هاي يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو سريع جدا. النهاردة هنعمل بريسلت، يعني من الاكسسوارز وكده، هنعمل يعني بريسلت. هو بس فعلا نبدأ. اول حاجة هجيب حبال رفيع شوية شبه كده، بس يكونوا ثلاث الوان مختلفين ويكونوا طول بعض نفس الطول، وتيب. فيلا نشوف هنعمل بيهم ايه، عشان اصلا دي بس الحاجات اللي هنستخدمها النهاردة. هنجيب جزء من التيب ونثبتهم كلهم هنا كده، ويلا نشوف هنعمل ايه تاني. كده مهمة التيب انتهت. دلوقتي هنيجي هنا عند دي ونعملهم ضفيرة سهلة جدا، زي الضفيرة اللي بنعملها في الشعر. فيلا نشوف. وكده بالشكل ده انا عملتها ضفيرة كده، بصوا اهي. فيلا نشوف ايه هي الخطوة اللي بعدها. والوقتي بالشكل ده انا شلتها من التيب من هنا، بصوا كده. فالخطوة اللي بعدها ان احنا هنعملها بالشكل ده كده، زي ما انتوا شايفين هنعملها كده على بعض كده، ونربطها الربطة العادية خالص، الربطة العادية اللي بنربطها في كل حاجة، وهوريكم هنعمل ايه. وبالشكل ده انا ربطتها في ايدي، بصوا كده من هنا مربوطة كده. لو عايزين نوسعها بنشد من الناحية دي كده، من الناحية اللي هنا دي كمان، ولو عايزين نضيقها بنشد من الاطراف دول اللي هو ده وده. اوكي بس، وكده تكون خلصت. هو بس بنضمها كده، يعني دول بنضمهم كده على بعض عشان هم كده، عشان ما يبنوش ان هم كبار قوي كده بس، يعني وكده يكون خلص الفيديو. وبس الفيديو ده كان من LRJ Crafts Channel، و باي باي.